يقول: سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيه أن العين حق، ما جزاء من يعرف أنه يضر الناس بنظره بعينه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث صحيح، العين حق، وهذا شيء خلقه الله في بعض الناس، وهي الإصابة بنظرات، وذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، كما في قوله تعالى في سورة قل أعوذ برب الفلق، وفي آخرها: ومن شر حاسد إذا حسد. العين إصابة من حاسد، وهي حق، وقد وقعت في عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر العائن بأن يغتسل ويغسل مغابن إزاره وأن يصب على المصاب، وهذا من علاج العين. وأما نفس العائن فإنه لا اختيار له في ذلك، لأن هذا شيء غير اختياري، صابته بعينه غير اختياري، ولكنه مأمور بأن يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن ذلك يذهب شر العين ويقي منها بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.